الزفة طقس تراثي أساسي في أفراح نوبيين، وفرقة الطيباب واحدة من أقدم فرق الزفة اللي موجودة في أسوان من ساعة ما تأسست في السبعينات، وهي بتشتغل لحد النهاردة، جيل بيسلم جيل. الفرقة اتكونت، نقدر نقول اتكونت بالحب في السبعينات. ايوه انت ادم واحد في الفرقة دلوقتي صح؟ ايوه انا اقدم واقدم. اتعرفت الفرقة دي على بعض ازاي انا كنت ودخلت؟ بشوف بيعملوا ازاي كان عندك كام سنة وقتها؟ لا كنت صغير يعني، 10 كنت صغير. 15. ايوه كنت صغير يعني، كنت صغير بس عشقت الحاجة دي، بس يعني جوايا جوا قلبي الحاجة ده. ايه اللي شدك ليها؟ ايه ده اللي سبحان الله تعالى رباني أفرح الناس وأدلع الناس، ده مكتوب عليا، لازم ربنا يديني الصحة والعافية وأديهم أكتر من كده. أهم حاجة ألقى في وشاشة بالابتسامة. مدة الزفة قد ايه مبدئيا؟ وقت يعني بتاع ساعة كده. ساعة. تقسمها ازاي؟ يعني أول ما بتدخلوا بتعملوا ايه؟ في أغاني معينة للدخلة؟ أيوة الدخلة ده خاص وحدي في عند الكوشة، بيكون ليه أغاني تاني، لكن المش ليه أغاني تاني، أغاني تقيلة، ثلاث أغاني حاجات بتاع زمان بنبتدي بيها. أغاني زمان بتبتدوا بيها، يعني لغاية ما مثلا نوصل بتبتدوا إيه؟ مثلا بالصلاة على النبي ولا ما أيوة في صلى على النبي، ده أول حاجة. صلي أبو صلى على النبي، ده أول حاجة بنطلع بنخش بيها. الأغاني التقيلة ده في المشية. المشية، الأغاني الخفيفة بقى عند الكوش، عند المكان اللي إحنا هنعمل فيه الليلة، بنعمل فيها. بنعمل لهم دارية كده وبنفرحهم ونخش وسطيهم كده وبنطلعهم بقى، بنخليهم ايه يلعب براحتهم بقى. ما شاء الله الفرقة بتجدد دمها طول الوقت، يعني ده في شباب صغير أجيال زي الفل، وأجيال يعني أجيال وأجيال بتكلم، وأجيال الناس لحد بتحب. مشاعرنا شابت. ده بس شباب عسل، شباب ايه عاوز رعاية. وأنت مبسوط منهم ولا أنا عامل لك مبسوط، مشاكل؟ أنا مبسوط منهم، دول أولادي لو رغبت الشالت عشانه مش يا خسارة ربنا اديك عشانهم الصحة والله، يا رب. عندك حد لأنه من طيبين طيبين. أنا ما عندي، ربنا ما ادانيش عيال، بس اداني دول العيال كلهم ده. عيالك؟ أوه أنا في نعيم يعني مبسوط. بدأت تدفف وبعد كده بقيت المغني. بدأت المغني. ودورك كمدير بقى بتعمل ايه في الإدارة؟ أنا يعني لما حد عايز فرح ولا حاجة فبيجي يرن عليا. بكلمك قبلها بقد ايه؟ من أول 12 بنبتدي يعني الحجز. من أول شهر 12؟ عشان أحجز لشهر ايه؟ أي شهر. لشهر اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. لو بسجل عندي، بتسجل عندك في دفتر؟ بكتبه عندي في الدفتر، بيبقى فيه عربون معاه. معاك كام واحد في الفرقة؟ معايا من 20 ل 25. الاغاني اللي بتستخدموها في منها قديم وفي منها جديد؟ اكيد. ايه القديم اللي بتستخدمه؟ علي مداني، علي مداني، علي مداني داني، علي مداني جرات اهي تركي اهندو داني، اهندو داني، اهندو داني، علي ري علي ري او علي. طب ما تديني اغاني كده حلوه من الجديده اللي بتستخدموها. يعني مثلا نقول اي غادونا يا كري منا يربي بكري، اي غادونا يا كري منا يربي بكري، يوم حبنا نقول تكون قد خساره يا نسمة. اديني اولا الترجمه بتاعتها. يعني اي غادونا يا كري، يعني يا ترى انت بتحبيني يعني. وبعدين التانية اللي منها يربي بكري مثلا بيقول مثلا انت ليه بتخبي اللي انت تقوليه لي، يعني اللي انت بتحبيه. تمام.